اليوم نحن ب 2028، 8 سنين انا بتركيا، يعني عشت بتركيا قد اللي عشتهم سوريا. هلا انا زتوني هون، هي مجهول ما بعرف حدا هون. اهلي ما في غير انا امي واخواتي الصغار هنيك، ما لهم باسطنبول باسنيورت كنا ساكنين سوا، ما لهم غيري. واجا هلا اجار البيت، يعني حكيت مع صاحب البيت قال لي ان شاء الله يعني محلوله هذا الشهر، الشهر الثاني بتحاسبني سوا، قلنا له ان شاء الله خير. وعم نشوف بركي لا سوى لعل نقدر نرجع. يعني انا يعني ما فولدوم، يعني انتهت حياتي هون، صار لي 7 سنين انا عم بدرس تركيا، يعني بألف يا ويلا انا لو وصلت الجامعه، روحت من عمري 7 سنين، هلا اجيت لهون يعني راحوا 7 سنين راحوا على الفاضي وما عمل شيء. يعني لو عامل شيء بقول والله حق، بس يعني بركي عسى ولعل حدا ينصفني، بس ينظر بقسطي، بس اذا انا عامل غلط صغير اخي تمام انا برضى، يعني برضى بالله بالحق. انا وقفني هون شرطي بالميدان، ميدان اسنيورت، وقفني شرطي عم يطلب مني الكملك، كان معي اسطنبول كارت، هذا انديريم للطلاب، بيجي مكتوب عليه البيانات، صورة الطالب ورقم التيجي والاسم، فرجيته اياها، قام قال لي انه هذا انديريم كارت، انه هذا شو انت عم تفرجيني، هذا بس خصم للطلاب. قلت له تمام عندي صورة الكملك، فرجيته اياها وفرجيته الموعد وفرجيته كل شيء، الموعد بكون من جوتش اداري اللي هي وزارة الداخلية. فرجيته اياهن، عمل حاله عم يحكي على الجوال. قال له ابو اورنجي، قال له جاك ميز، قال انه رح ناخذه ما رح ناخذه، قال له ايفيت. كيفكم انتم؟ ان شاء الله كله تمام. شلون اموركم؟ ان شاء الله كله تمام. ما اشتقتوا لي؟ اشتقت لكم انا. تمام تمام ان شاء الله ما مطول، هلا هون طلعت ورائي وراح اشوف الوالي وراح اشوف يعني المجلس هون، ان شاء الله بيحلوا لي اموري. يعني حكيت امي، حكيت والله مع الجامعه وحكيت مع وزاره الداخليه، ما خليت حدا. اجينا لهون فقدت اغراضي، انا راح اغراضي، نمت بالشارع يعني نهار، نمت بالجامعة 3 أيام، يعني والله العظيم تشردت هون، يعني ما لي حدا، ما بعرف حدا. في شخص تعرفنا عليه الحمد لله ما قصر، كمان استقبلنا عنده يومين، حاليا عم نام بمستودع. يعني الله المستعان، يعني بتشوفني انا بضحك وهيك بشوش، بس والله يعني الله بيعلم بالقلب، يعني اخواتي ما لهم غيري، امي ما لها غيري، يعني ما بعرف شلون بدهم يكملوا، يعني شو عم يصير هلا، بس الله المستعان. انا بوجه طالبي لوزاره الداخليه انه تشوف موضوعي، للوالي ينظر بموضوعي، يعني حدا بس يكون عنده سلطه بس يشوف موضوعي.